هل بإمكان كل هذه النباتات أن تصبح مصدرا بديلا للطاقة وفي الوقت نفسه تكافح التغير المناخي؟ الأرض هنا مساحة شاسعة تبدو قاحلة وتقع بالقرب من ضفاف نهر بارو بأيرلندا، لكن بالنسبة للباحثين المشاركين في مشروع بحث أوروبي فإن هذه الأرض الفقيرة بإمكانها أن تساهم في خلق ثورة في مجال الطاقة. نبتة الميسكانتس مرشحة بدرجة أكبر لتصبح محصولا زراعيا منتجا للطاقة، وذلك ليس فقط لأنها توفر عائدا مرتفعا من الكتل الحيوية، لكن أيضا لأنها تمثل آليات نتعرف من خلالها على مفهوم نبتة الاقتصادية واستخدامها للماء والمواد المغذية. المحاصيل مثل الميسكونتس تنمو بشكل جيد على الأراضي الهامشية، إنها تنمو جيدا ويكون المحصول وافرا عندما تكون مزروعة في تربة صالحة للزراعة. ولمعرفة أسرار هذه النباتات استخدم الباحثون هنا هذا الجهاز. الباحثون هنا يراقبون مختلف التفاصيل لتوفير الظروف المثالية لنمو النبتة. أصل الميسكانتوس يعود إلى آسيا وإفريقيا، لكن زراعتها في أوروبا تواجه العديد من التحديات المناخية. الظروف الباردة خلال الربيع والخريف وخاصة هنا في شمال أوروبا قد تحد من عمليات التركيب الضوئي، ولذلك نحاول دائما العثور على أنماط جينية جديدة والتي بإمكانها القيام بعمليات جيدة للتركيب الضوئي خلال هذه الظروف. النيتروجين يدخل ضمن هذه العملية لإنتاج نبتة الطاقة، هذه هو التي تعتبر فعالة. الباحثون يستخدمون النيتروجين لدراسة الأسرار الجينية لمختلف الأعشاب لمعرفة كيفية مواجهة الظروف المناخية الصعبة. سنطحن النباتات وبعدها نقوم باستخراج الحمض النووي باستخدام الكلوروفورم. لذلك من جهة لدينا كل الأنسجة وبروتينات النبتة، ومن جهة أخرى لدينا جزيئات لقراءة رمز الحمض النووي أو الحروف التي تشكل اسم الحمض النووي. هذا يساعدنا على اختيار النباتات التي تهمنا. الباحثون هنا يؤكدون أن الهدف هو التوصل إلى طرق زراعية تساعد المنتجين الأوروبيين على اقتراح هذه النباتات في سوق الطاقة، خاصة بالنسبة لأنظمة التدفئة، وذلك بطريقة تنافسية. من أجل الزراعة التطبيقية طورنا أساليب زراعة النبات الحيوي، كما قمنا بتطوير طريقة لتجفيفه بشكل فعال، وهذا كان بمثابة مشكل كبير في الإنتاج. وفي انتظار أن تصبح هذه النباتات حلاً حقيقياً للطاقة، يؤكد الباحثون على إيجابية أخرى تكمن في أنها تقوم باستهلاك كمية كبيرة من ثاني غاز أكسيد الكربون، وهو ما يعني مكافحة التغير المناخي. من الأشياء التي تحدث خلال نمو هذه النباتات أنها بصدد بناء مخزن للكربون في الأرض، وهذه طريقة لحبس الكربون المنبعث من الغلاف الجوي.